ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء. اقروا الفاتحه لابو العباس، ده اسكندريه ده اجدع ناس. لو رحت اسكندريه، واسكندريه طبعا عروس البحر المتوسط، ولو رحنا اسكندريه لازم اكله السمك، لازم السي فود، لازم الفسفور. وعشان تاكل اكله سمك حلوه جدا وطعمها رائع جدا وكلها فسفور وكلها فايده لجسمك، لازم تروح مطعم ابو علي. بنرحب دلوقتي بشيفات مطعم ابو علي. اهلا وسهلا بحضراتكم. بنرحب بشيف معتز وشيف حمدي. اهلا وسهلا بحضراتكم. بصوا انتوا، انا ماسكه نفسي بقى على الهواء، الريحه تجنن بجد ما شاء الله. من وهم بيعملوا البريبريشن بتاعهم وتجهيزات الاكل وهم بجد الريحه حلوه جدا. وطبعا اكله السمك مش هوصيكم عليها، وبالذات السمك الاسكندراني اللي دايما بيبقى فريش وطالع من البحر على العمايل على طول. اكيد طبعا. مطعم ابو علي في ميزه ان كله شباب. ازاي اتجمعتوا وازاي جات لكم الفكره وازاي بداتوا في مطعم ابو علي للاسماك؟ الموضوع من اوله لاخره صدفه. والله صدفة. الموضوع بدا بان احنا رايحين نفتح مكان بسيط كله عباره عن سندوتشين بس. كبر معانا بحته ان احنا عايزين نحط فكرتنا اللي كان نفسنا فيها، اللي هو الطعم الشرقي، ندخله في الطعم في الشكل الغربي بحيث نقدمه بشكل مبسط بسعر قليل عشان نجذب الزبون. في نفس الوقت احنا مش ناويين نغلي، والله الفكره كلها بس ان احنا ما جالناش في موضوع الدعايه، لان هو كده كده زي ما بيقول احنا لينا رزق، فهيجي هيجي من غير دعايه من غير كل الكلام ده. بس قلنا عشان نجذب كل الفئات لازم يبقى السعر بتاعنا لايق لكل الفئات مش اكتر. الموضوع بدا معانا ان احنا حبينا نحط طعمنا الشرقي في تتبيلتنا كسي فود اللي هو في بيوتنا العربيه كلها، بس قدمناها بشكل غربي على دولتين، المكسيك وإيطاليا. كنت لسه هسأل حضرتك، ايه بقى الميكس اللي انتوا عملتوه؟ يعني انا بصراحة اولا بالنسبة للسعر، بالنسبة للكواليتي التحفة اللي انتوا بتقدموها، انا مش عارفة انتوا لاقيين الاكل ده ولا ايه. وكمان فكرة ان انتوا تجيبوا اكلات غربية والتيست بتاع الاكلات الغربية وتدوله النكهة والطابع المصري الشرقي الجميل، كلمنا عن الموضوع ده. هو احنا اخترنا المطبخ المكسيكي لانه هو هيلسي شويه، معتمد على الفيجيتيريان. فخدنا المطبخ المكسيكي وحطينا الطعم الشرقي بتاعنا احنا، طلعنا بحاجه كويسه جدا. نيجي ياكل ايه ده، انا باكل حاجه اكلتها بره مصر بس الطعم مصري. ممتاز. هو ده الفرق. ممتاز. خدنا من ايطاليا، خدنا منهم مصاصات وخدنا منهم حاجات وركبناهم علينا بالطريقه المصريه بتاعتنا احنا، بطعمنا احنا. برضو الناس يعني مش مستوعبه الموضوع ان هو الطعم، طلع بقى اختراع في الاخر. هو اختراع، حاجه مختلفه، هو بالزبط. فكرتنا وفكره حد يعني عزيز علينا جدا جدا يعني. وهو ليه الفضل يعني، ربنا الاول ربنا. ثم هو يعني. طيب انا طبعا بما اني بحب السمك جدا، فانا عارفه ان في مطعم اسمه ابو علي في السخنه ومطعم تاني في الاسماعيليه. هل ليكوا علاقه بالمطاعم دي ولا انتوا ليكوا براند خاصه بيكوا انتوا؟ احنا براند مختلف خالص، ولا كنا نسمع والله. احنا الفكره كلها ان هو معتز جدا بدلع اسمه ابو علي، وهو كان حلم عمره يفتح محل سمك باسم ابو علي، بس الفكره ما كانتش عنده. لما لقى الفكره موجوده فينا زي ما قلت لحضرتك، كلنا اتجمعنا صدف وكلنا واحد. الفكره اصلا مبنيه على ان احنا تبقى تيم ورك واحد، مفيش حاجه اسمها شيف عمومي، مفيش حاجه اسمها انا صنايعي صغير او انا شيف صغير وانا شيف كبير او مساعد. روح المطبخ، كلنا واحد، كلكم تيم ورك واحد. روح المطبخ، حاسين ان انتوا عايزين تنجحوا المشروع بالزبط. ده وبس. طبعا. طيب بقى عايزينكم بقى تفرجونا على الاكلات الحلوه واهم الاكلات، وانتوا بقى ايه شغالين علشان انا عايزه اكل. طيب هستنى حضرتك الفرن ايه النهارده يا شيف؟ هاكلك ميكس مارينارا، واكلك فاهيتا سبايسي. فاهيتا بس دي بتتعمل بالتشيكن دايما. احنا بقى مختلفين، احنا واخدين من المكسيك حاجات واحنا واخدين الطعم بتاعنا احنا. فاهيتا بالاسماك؟ اه. هنشوف الاختراع دلوقتي. اكيد. هنشوف مع الشيفات. اكيد. فلفل. الاول بقى بتحطوا ايه؟ بصل. سن بصل. بنحمر البصل. اه. سن زيت زيتون. سن زيت زيتون. شغلنا كله بزيت الزيتون. جميل. توم. جدا. التتبيله الخاصه بتاعتنا احنا. يبقى الاول بنشوح البصل. بنشوح البصلايه. ايوه تمام. وطبعا بزيت الزيتون يا جماعه عشان يبقى الاكل فيري هيلثي. اوكي. وهم معتمدين على فكره الهيلثي فود، يعني معتمدين انك تاكل وتشبع وتستمتع بالطعم وكمان يفيد جسمك، ولا تلاقي نفسك تخن ولا تلاقي نفسك لا قدر الله جالك كوليسترول ولا ولا. كل الاكل بتاعهم زي ما احنا شايفين بزيت الزيتون.
تمام. بتشوح البصل. بنشوح البصلايه، هنديها سنه روزماري وسنه زعتر فريش. انا عارفه برضو يا شيف ان انتوا دايما معتمدين على خدمه الدليفري، وشايفه بصراحه الاسعار بتاعتكم تجنن بصراحه. هي كانت الفكره اصلا مبنيه على ان احنا زي ما قلت لحضرتك، الاسعار يا جماعه لن تتخيلوها، الاسعار قليله جدا جدا. احنا بس مكسبنا حاجه قليله، ثقتنا في العميل. تمام. انا هي شغال ده. اي حد عايز يطلب من ابو علي بجد، الاكل حلو جدا واسعاره بسيطه. عنوان ابو علي يا جماعه موجود على الهوا، كمان ارقام التليفونات الخاصه بالدليفري موجوده. وبجد ما شاء الله لو عندك عيله كبيره وعايز تاكل اكل سي فود كده ترم عظمك، لازم تطلب من ابو علي. بعد ما شوحنا البصله بقى هنعمل ايه؟ حطينا الجمبري، هنحط الجمبري اخر حاجه، هنحط الصوص الخاص بابو علي. ده حاجه سبيشال توب سيكريت. توب سيكريت، نوبادي نوز، محدش هيعرف. نو، انت ما تقول لنا حاجه. نو. انت سر المهنة او سر ابو علي. اوكي، يبقى هما في زي ما قلت لحضراتكم شوحوا البصل وبزيت الزيتون وحطوا الجمبري، وهيحطوا دلوقتي سر صوص ابو علي اللي هو سر المهنة، مش عايزين يقوليه. هو ريد صوص، يعني حاجة بتكون بالطماطم. بالطماطم. تمام. انا هعرف منك السر بعد الهدف وهبقى اقوله لكم، ما تقلقوش. طبعا احنا قلنا سبايسي، هنحط هريسه. هريسه فلفل. هريسه فلفل، هي مش سبايسي قوي يعني. تمام. حطينا المكرونه. انزل كلمه زي ما هو، شكلها حلو جدا. ميرسي ميرسي ميرسي. نفس الشيف معتز، نفس الشيف معتز بيعمل ده. اوردر ابو علي، ده خاص بابو علي. ده عباره عن بصل فلفل بيتعمل بروزماري بس وزعتر، شويه الملح والثوم والكمون، مش اكتر من كده. موضوع بسيط خالص. تمام. يعني ده حاجه مختلفه، حاجة مختلفة جدا. كل الناس عارفة ان هي الفايتة، بصل، فلفل الوان، صويا صوص، سويت شيلي، حاجة مختلفة. احنا لينا تتبيلات خاصة بينا احنا بأبو علي. صوت معروفة انترناشونال عالمية، مارينارا معروفة، صوص الوايت معروف. احنا لما بس اخترنا، احنا بقى حاطين التركاية بتاعتنا. لما اخترنا المارينارا اصلا كصوص ريد، ثواني ابص على حاجة، لما اخترنا الصوص الصوصات العالميه حطيناها على الاكل بتاعنا احنا المصري. هي دي الفكره كلها، ان احنا ننجح اكلنا احنا بس بالطريقه الغربيه شويه. برافو عليكم، يعني فكره ان انتوا كمان تاخدوا حاجه طابعها غربي وكمان تحاولوا ان انتوا احنا نعربها كمان، يعني تعربوها للذوق المصري او للذوق الشرقي. بالظبط، لان مش كل الاكل الغربي احنا هنحبه. لا طبعا، في ناس ما بتحبش الوايت صوص، في ناس ما بتحبش الريحان، بس قربنا الوايت صوص من زي ما بنقول بالعربي البشاميل بتاعنا، اللي هو صوص الالفريدو. قربناه يعني من البشاميل بتاعنا. عادية جدا، ممكن تعمله في البيت عادي. الموضوع بسيط خالص. يا جماعة البشاميل بتاعنا. تمام. نطلع مع بعض. يا ريت. مش شغال خالص. أنا فعلا عايز أعلي النار. طيب حضرتك بقى بعد ما الحاجات دي بقى، يعني الجمبري بالريد صوص، انتوا بتسموه ايه الصنف ده؟ ده اسمه شريم مالينارا. شريم مالينارا؟ مالينارا. مالينارا؟ مالينارا ده اسم مكسيكي. ده صوص ايطالي. ايطالي، اوكي. الفاهيتا عند الشيف معتز هي بترتبط بالسويت شيلي والصويا صوص. شويه توابل، زعتر، روزماري، ملح وفلفل. بسيطة جدا. تمام. بعد كده بقى ده هيبقى ساندوتش. هيبقى ساندوتش، اوكي. احنا دلوقتي في طواجن بقى، دي مفاجأة آخر الحلقة. اوكي. أنا شامة ريحة الطواجن. وشامم صواني مفحفحة. ليه مشوحة؟ الريحة طالعة يا جماعة لن تتخيلوا. من الحاجات اللي احنا برضه أصرينا عليها إن احنا نشتغل بأعشاب كلها فريش، مش من عند العطار. جميل جدا. طبعا. لان الاعشاب الفريش ليها طعم وريحه ومزاج رائع. الاعشاب الفريش بتقولوا مش من عند العطار،
طب الاعشاب الفريش يجيبوها منين مثلا؟ عندك مترو، عندك فتح الله، عندك كارفور. تمام. ده روزماري. ده روزماري وزعتر فريش او اي خضري مشهور جدا هتلاقي عنده بيبقى عنده. اوكي. يا حركاتك يا تكاتك بجد. على قدنا والله. ما شاء الله. لا الريحه تجنن بجد. طيب احنا كده المفروض ان الحاجات دي هتستوي اللي هو وبعد كده نحطهم في الساندوتشز. الساندوتش والطواجن خلصت والمكرونتين خلصوا برضو. طيب انا عايزه اعرف برضو البريد او العيش ده بيتعمل لكم مخصوص؟ بالظبط. لقمه 26 سنتي وزنها 120 جرام. احنا اللي كنا طالبين اللقمه تبقى سمسم. تمام. ان كان معروف عندنا في المهنه ان السمسم ما بيجيش مع السيفود، بس بما ان الشغل داخل فيه غربي فلقينا الموضوع متقبل. احنا اصلا كل الفكره ما حدش فينا جرب حاجه الا ما اشتغلنا. تمام. واشتغلنا على طول ولغايه دلوقتي الحمد لله فعلا ما حدش قال علينا حاجه وحشه. هو ده اللي مفرحنا. طبعا. هو ده اللي خلانا مش مصدقين ان احنا بقالنا اسبوع بس. وهو ده اللي خلانا اصرينا ان ابو علي يكون معانا بفقره المطعم مع منى وبرنامج هي وادم، لان احنا دايما بننقي البراندات المميزه. وانا بقول لكم من مكاني ومن مكاني هذا ان انتوا هتبقوا مطعم مميز جدا وهتبقوا براند ومصر كلها هتتكلم عنه. لان اكيد يا جماعه لما ببقى مركز قوي ان انا اطلع حاجه كويسه وبجتهد في شغلي اكيد ربنا بيديني على قد اجتهادي ده. وبجد فعلا لا مجتهدين وريحه الاكل حلوه جدا. ولو رحت لهم المطعم كمان هتشوفوا قد ايه بيعملوا شو يجنن. مش عارفه لو نعرف نعمل شو هنا زي الحاجات الجميله اللي بتعملوها في المطعم. بجد بيعملوا بالاكل شو يجنن. طيب يا شيف حمدي، ايه الاكلات اللي هي بتميزكوا ابو علي؟ يعني انا لما احب اتفضل. انا اسف مقاطعه حضرتك. هو ساندوتش المارينارا لان هو كان جديد قوي ان احنا نحطوه في السي فود. ايوه. بالذات احنا شغالين على نوعين صوص، صوص ريد اللي هو المارينارا وصوص وايت اللي هو زي ما قلت لحضرتك اللي هو الفريدو معدل ببشاميل. تمام. او ممكن نقوله بشاميل معدل بالفريدو. اوكي. بس وحتى لما جينا نعمل رز مع الطاجن، لان حتى المكون عندنا بالسعر ده نزل معاه كمان رز وسلطه. حتى لما حبينا نحط رز حطينا رز مكسيكي لانه قريب جدا من الطعم بتاعنا. تمام. بس هي الفكره كلها ان احنا حتى المعتمدين عليه شغله الصوصات وتركيب الطاسه. حتى لما جينا فكرنا ان احنا نعمل لاين او الكيتشن بتاعنا عملناه مفتوح للجست بحيث ان هو يبقى واقف بيتفرج علينا شايف المنتج وهو بيتركب من الالف للياء عشان الموضوع يبقى فيه ثقه متبادله. وغير كده بيبقى غير البوتاجاز الحراري، بوتاجاز النار اللي بتبقى على طول مباشر بيبقى الموضوع فيه شو اكبر. فبيبقى حتى لو واقف وشاف ان الاوردر بتاعه غير بره مش سريع زي بره بيبقى واقف مستمتع باللي بيحصل. وزي ما قلت لحضرتك محدش بيبقى عارف مين فينا اللي مشغل التاني، كلنا واحد من صاحب المكان وهو ده اللي مدينا الطاقه الايجابيه اللي طبعًا فينا كلنا. طبعا لما راجل بسيط جدا مع ان مقامه عالي جدا في المجتمع لكن بسيط جدا، ربنا قدرنا ونكون قد ثقته لان بني ادم ما شفتوش في حياتي قبل كده الحمد لله يعني. بس وكلام مش كده فعلا، انا مهما عملت وزي ما قلت له انت مهما عملت معانا لو حاولت تزعلنا مش هنعرف نزعل منك. بس احنا بقالنا 6 ايام ما شاء الله. احنا بالظبط 6 ايام ما بننامش ما شاء الله. 6 ايام ان شاء الله يعني محققين كومنت جامد قوي في اسكندريه. لا فعلا كله بيشكر في اكلكم جدا جدا ما شاء الله عليكم. وبعدين انتوا فيكم كمان ميزه، يعني انا لما رحنا المطعم وشفنا ان انتوا بتعرضوا شو للسمك، بيعرضوا شو انت تدخل تختار السمكه اللي انت عايز تاكلها بنفسك. لسه طالعه من البحر طازه فريش وتختارها وتتعمل لك بالطريقه اللي تعجبك واللي على مزاجك. ولو ما عندوش طريقه احنا عندنا ابتكارات ياما بنعرضها عليه وما بندفعوش فلوس الا لما يقول رايه. ممتاز. يعني بعد ما ناكل بقى يعني تاكلي وما الطريقه ما عجبتكيش خلاص ما تحسبيش. فعلا؟ طبعا. طب انا اقول مش عجباني يعني. ما شاء الله. والقعده كمان عندكم حلوه جدا، الفيو يجنن على البحر على طول. وهي دي روح اسكندريه يعني ما شاء الله ما شاء الله. ده طاجن سفود ريد صوص. انا عايزه ادوق. يلا يا جماعه مش معقوله كده ان شاء الله. ده طاجن سفود عباره عن كراب ستيك، شريمب، كلماري، واخد صوص ريد، فلفل الوان، بصل، فلفل تابو علي، واخد وش جريتان موتزاريلا. ده طاجن وايت صوص
شريمب برضو، صوص الوايت، فلفل الوان، واخد بقدونس، واخد شبت، مطعم بجبنه، واخد وش جريتان. ممتاز ممتاز، ريحته حلوه جدا جدا. في ما شاء الله اللهم بارك. برضو في للاسف مكرونتين، عشان مش هينفع نقول بس عشان احنا وصوت جدا. هنقول مكرونه بالوايت صوص، فريد صوص، شريمب، كلاماري، سفود. حتى اعتمدنا على ان احنا ما يبقاش عندنا معانا مداخله بس تليفونيه، اسف على المقاطعه، معانا مداخله تليفونيه للاستاذ ابو علي صاحب مطاعم او مطعم ابو علي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. حضراتكم منورينا النهارده. انتوا اللي منورينا اكتر والله، وتشرفنا بيكم. ايه الابداع ده؟ ما شاء الله اللهم بارك. يعني ابداع بجد. الو؟ ايوه يا فندم، بقول لحضرتك ابداع، الاكل فوق الرائع، اسكندريه كلها بتتكلم عنكم. ربنا يبارك لك يا ستي، احنا بس بنحاول، احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجه نسعد بيها شعب اسكندريه واهل اسكندريه. لا بجد، واهل مصر كلهم يعني، كمان المصيفين عندنا بسم الله ما شاء الله هنا برضو بيشرفونا، فاحنا بنحاول بنجتهد. ما شاء الله. وربنا عز وجل يعني، يعني الحمد لله واقف جنبنا، و وده احسن حاجه، احسن تاثير لينا ان الناس مبسوطه بالاكل بتاعنا وبالمنتج اللي احنا بنقدمه للناس. لا بجد الجوده والسمك الفريش والطعم الهايل والجرناتشور او الشكل الجميل، لان العين طبعا بتاكل قبل ما الانسان ياكل، لازم والله انا لم اتفضل. انا لما حبيت ان انا اعمل حاجه زي كده اخدت كل العيوب اللي انا كنت بشوفها في المحلات اللي انا كنت بتعامل معاها ككاستمر كمستهلك، واصريت انها ما تتعملش في المطعم بتاعي. ممتاز. يعني اي ملاحظات كنت بشوفها في اي اوردر بيجيني من اي مكان، سواء اسماك او لحوم او اي حاجه، كنت حاططها في عين الاعتبار. ومع عشان كده يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكون دقيقين، ونكون يعني بنحاول كله محاوله وكله سعي. لا التوفيق من عند الله عز وجل. ما شاء الله. يعني انا ما عنديش سمكه يعني، حتى لو في سمك بيت عندي ما بخلوش لتاني يوم، يعني ما بختبوش في قلب المحل، بحاول ان انا يعني اتصرف بيه باي شكل من الاشكال، بعيد عن طريق بعيد عن طريق البيع يعني. ممتاز ممتاز. الحمد لله الحمد لله، ربنا كريم ويكرم الجميع ان شاء الله، ونتمنى ان احنا نكون عند حسن ظن حبايبنا واهلنا واهالينا العزاز علينا، اهل مصر كلهم واهل اسكندريه خاصه يعني. ده ما شاء الله على حضراتكم، حققتوا نجاح في وقت قليل جدا، وان شاء الله النجاح يستمر. وبعدين الاداره الناجحه دايما ان الاونر او صاحب المطعم او صاحب البراند يحسس الاستاف اللي معاه ان المكان ده مكانكم. دي حقيقة. الشفاء فعلا دي حقيقة يعني، والله مش احساس يعني. والله ما بنقول له كلام كده وخلاص، بس فعلا هو بعد ربنا هو ليه الفضل الكامل. احنا على الهوا وقدام الناس كلها، الناس دي اساسا مش موظفين، انا اللي موظف عندهم. دي حقيقة. والله حضرتك كلك ذوق. يا رب ما شاء الله، ربنا دايما يديم الروح الحلوه ما بينكم، وربنا يقدرنا ونكون قد ثقته. وطول ما حضرتك بتتعامل بهذه الروح، اكيد الشيف معتز والشيف حمدي وكل الشيفس الموجودين عند حضرتك في المطعم هيدوك عينيهم، هيشتغلوا بايديهم واسنانهم اكيد. ربنا شرفت جدا بحضرتك استاذ ابو علي صاحب. شرف لينا يا فندم، وكتر خيرك وميرسي. ميرسي جدا. وانا كمان بقى ان انت تزورينا بنفسك وتدوقي الطعم بنفسك عندنا جوه اسكندريه، مع الهوا بيبقى الطعم ليه مذاق تاني يعني. انا خلاص هوا وجيت. يا فندم. مع البحر بيبقى سندوتش ليه مذاق تاني خالص. بيقولوا لي اهو القناه كلها جايه، فريق العمل كله جاي. بس تشرفونا يا فندم، تشرفونا على راسنا من فوق. ربنا يخلي حضرتك يا رب. انا امنيتي يعني، امنيه اتمنى يعني من ربنا يحققها لي، ان رسالتي توصل للسيد رئيس الجمهوريه وهو موجود في اسكندريه كده، يشرفني ويدوق من خير ولاده يعني، احنا ولاده. الشباب اللي جنبك ده شباب جميل، واحنا بنعيش بكنفه، ونتمنى ان هو يكون يعني الرساله دي توصل له باي شكل من الاشكال، ان هو يدوق من ايد ولاده اللي هم فعلا بيحبوه، وده السبب الاساسي اللي بيخلى واحد، اللي بيخلي واحد زي حالاتي يتشجع ان هو يعمل حاجه زي كده، ان الاداره بتاعتنا او الحكومه بتاعتنا او القائد الكبير بتاعنا
نشيط، عايز يعمل حاجه لبلدنا، عايز يعمل حاجه للانسانيه للشعب وليس لاي حاجه تانية خالص. عشان كده احنا ده جانب مننا، احنا ما بندورش على الربح على قد ما بندور على ان الراجل اللي في الشارع سواء معاه فلوس او معهوش فلوس يدخل يتبسط ويبقى سعيد. سعيد بقى ازاي؟ سعيد ان هو اكل حاجه كويسه، حاجه مش حاجه طازه، حاجه تمده بالسعاده. وانا اتمنى ان الحظ يعني يديلي كده وشه ونلاقي سياده الرئيس كده وهو مصيف او هو معدي في اي ماموريه داخل عليا كده يقول لي انا سمعت عندك سندوتش بس، ساعتها بقى انا اكون كده وصلت للعالميه. خبطتين في الراس توجع. رساله من استاذ ابو علي، رساله من حضرتك موجهه لسياده الرئيس وطبعا سياده الرئيس في حملته الانتخابيه. يعني هو احنا ما بنتوهش، احنا في حته مشهوره جدا جدا وعلى البحر مباشره، وان شاء الله باذن الله نكونوا ظاهرين لكل الناس. يعني العنوان موجود، يعني هي يعني احنا نعرف ان هي حاجه مش قد المقام، بس والله احنا بنجتهد، يعني احنا بنجتهد ان احنا نكون مثل العظماء. يعني ولو ما قدرناش بفلوسنا بنقدر بصدقنا وبنظافه منتجنا وبتواضعنا مع الناس. يعني ميرسي، وزيدنا شرف. يعني ميرسي جدا لحضرتك على المداخله الجميله دي، وكلام حضرتك رائع. واي حد يا جماعه عايز يشتري او عايز يجرب ويدوق مطعم ابو علي، مطعم ابو علي العناوين بتاعته موجوده على الشاشه، كمان ارقام التليفونات للي عايز للدليفري، اللي عايز يدوق مطعم ابو علي جرب ومش هتخسر ابدا مع مطعم ابو علي للاسماك. طبعا سياده الرئيس دي رساله موجهه ليك يا سياده الرئيس لحضرتك، وطبعا كل مصر وكل شعب حضرتك بيحاول ان هو يرسخ فكره العمل اللي حضرتك ناديت بيها في حملتك الانتخابيه. فاي حد بيعمل حاجه جميله وشايف ان هي حاجه مبدعه بيحاول يقول لحضرتك ان احنا بنشتغل يا ريس، احنا بنتعب يا ريس، طب دوق كده يا ريس. بنشكر حضرتك جدا جدا استاذ ابو علي صاحب مطعم ابو علي. نشوف بقى يا شيف عملت لنا ايه، يا حركاتك يا تكتاتك، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ طاجن جمبري. طاجن جمبري، شايفين يا جماعه؟ هنبدا بالساندوتشز، اوكي؟ علشان الكاميرا جايبه لنا الساندوتشات الاول. اول ساندوتش جمبري مارينارا، تمام، مشهور، اتشهرنا بيه مره واحده كده وما كناش عاملين حسابنا على ده. ده ساندوتش ابو علي، ده المفروض بيطلع زي ابو علي. دي هي السر، الحاجه المميزه. أيوة، السر ده اختراع كنت بس زي ما حضرتك شفتي، بيتعفر بروزماري وزعتر بس فريش، تمام. الكاميرا جايبه بقى ساندوتش ابو علي ده، تتبيله اللي هي الكمون والكزبره والتتبيله الشرقيه بتاعتنا. جميل، عادي بس جميل، مش اكتر. جميل. وفي عندنا تاني نفس المنتج برضو بس في عيش سوري. تمام، ودي كانت حاجه برضو جديده وناس ياما خوفونا من الموضوع ده، بس احنا انطلقنا زي الشاورما كده بالظبط. ان انت تعملي حاجه سي فود اصلا في عيش سوري، او تدخلي المطبخ السوري في اكل سي فود، فكره طعم شرقي، ده اختراع لوحده. ده اختراع لوحده، واحنا الحاجه دي خاصنا لنفسينا احنا. يعني برضو اللي احنا مش شغلنا شغل سيرفيس في مطعم، ما عندناش قاعده، احنا تكاوي فقط. وبرضو حتى كنا متكلمين في موضوع، حتى لو الموضوع وصل ان هيبقى في صاله وفي سيرفيس، احنا عايزين الموضوع يمشي على التيك اوي بحيث ان يبقى الموضوع انضف بكتير وهيبقى اكيد. وانا انا ككاستمر السعر بالنسبه لي معقوله، انا مش هروح اطبخ، انا هتصل بيكوا اقول لكم هاتوا الاكل وباقل من التكلفه. يعني طاجن سي فود برقم زي ده يعني بصراحه استاذ اقول لكم على سر، طاجن السي فود 55 جنيه. 55 جنيه متخيلين؟ مع رز مع سلطه. مع رز مع سلطه، يعني وجبه كامله كومبو. ايوه، لا سلطه زيتون كمان. برضو 100 جرام جمبري، 100 جرام سوبيت، معاه بيبقى 70 كابوريا ما شاء الله، وبلح بحر. بنشكر حضراتكم عشان بيقولوا اوكي، بنشكر حضراتكم وبجد الاكل شكله تحفه. انا كمان عايزه اخلص الفقره عشان الحق اكل. الاكل حلو جدا ما شاء الله، والريحه تجنن. واتمنى من كل مشاهدينا يجربوا مطعم ابو علي، هيعجبكم جدا. الانسان اللي بيجتهد على حاجه دايما بيلاقي ان الحاجه دي بتنجح، والناس دي اجتهدت كتير جدا. اتمنى ان حضراتكم كلكم تتواصلوا بمطعم ابو علي، الارقام موجوده على الشاشه وكمان العنوان. مشاهدينا الاعزاء ابقوا معنا، هلاقيكم بس بعد الفاصل، او هنلقاكم بعد الفاصل.